كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا واحدة من كنائس مادبا العريقة، حيث تأسست عام 1913 وتعد وجهة للسياح من داخل المملكة وخارجها. نورسات الأردن زارت المكان وعدت التقرير التالي. في مدينة مادبا المعروفة بالمدينة الفسيفسائية توجد الكثير من الكنائس التاريخية القديمة والحديثة التي جعلت منها وجهة للزائرين من كافة أنحاء العالم. ولعل أبرزها إلى جانب كنيسة الخارطة كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين والتي تقع وسط المدينة، فقد تأسست هذه الكنيسة منذ عام 1913 ويرتادها الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك الإداب ونستمد منه الحياة. الأب مروان حسان الكاهن المساعد في الكنيسة تحدث لنورسات حول بدايات تأسيسها وأقسامها ومن أين أتت تسميتها ودور العشائر المسيحية في إقامتها. معروف أنه مادبا مكونة من الشريحة العظمى فيها كلاتين وهي عشيرة العزيزات، هاي العشيرة الكبيرة اللي نزحت من الكرك على أثر بعض الاضطهادات والمشاكل اللي صارت في الكرك، نزحت من هنالك بسنة 1880، يجوا من الكرك لذيبان ومن ذيبان إلى مادبا، وأول ما يجوا على مادبا طبعا كان معهم الخوري تبعهم وهو اسمه أبونا اسكندر مكانيو، وأول ما إجوا ضربوا خيامهم وضربوا أماكنهم في الجهة الغربية لمادبا حيث كان هنالك العديد من المغر، وكانت المغارة الكبرى استخدمت كبيت للكاهن وأيضا لمكان العبادة والصلوات والقدديس. طبعا أول ما إجوا لهنا حاولوا أنهم يبنوا كنيسة، حاولوا أنهم يبنوا مكان صغير حتى يصلوا فيه. صراحة أبونا اسكندر ما قدر أنه يبني هذا الشيء، إجا بعد أبونا اسكندر أبونا داود، وأبونا داود هو أول واحد بنى أول غرفة صغيرة في هاي المنطقة حتى تكون مكان العبادة، وطبعا بنى هاي الغرفة على أثار رومانية قديمة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. تحتوي كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان على عدة آثار قديمة تقع أسفل مبناها الحالي، وتغطي جدرانها من الداخل الرسومات والتصاوير والمنحوتات المميزة التي تمثل حياة يوحنا المعمدان، كما تحوي على نسخة طبق الأصل للأرضية الفسيفسائية في أم الرصاص. فكنيستنا أصلاً هي مبنية على آثار رومانية قديمة وعلى آثار بيزنطية، فإذا نأخذ جولة بعدين في هذه الكنيسة، إذا نزلنا لتحت الكنيسة هنالك آثار بيزنطية قديمة وآثار رومانية، ويعتقد أنه في هذا المكان كان هناك القلعة الرومانية التابعة للرومان. كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة في عشية عيد ميلاد بسنة 1913، ب 24/12/1913 كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة، وسميت هذه الكنيسة على اسم قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه هي أقرب كنيسة إلى مكان استشهاد يوحنا المعمدان في منطقة مكاور التي تبعد 10 كيلومتر إلى الجنوب من مادبا، فسميت على هذا الاسم. وعلاوة على أنها تعد أقدم كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية في مادبا دون انقطاع، فإن كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان ونظرا لأهميتها ومكانتها بين أبناء المجتمع المسيحي المحلي، فإن رعاياها
يحرصون على إقامة نشاطاتهم ومناسباتهم وقداديسهم داخل هذه الكنيسة، حيث احتفل في عام 2013 بالمئوية الأولى على تأسيسها. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل دين، ملجأي في كل دين.